يا ما يا ضاها الحبيب حني لك قلبي الكئيب شعلب صدري اللهيب هدي قلبي أنين إمتى يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إلى كل مسلم ومسلمة إلى كل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة إلى كل مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتدية إلى كل قلب هام شوقا بحب النبي صلى الله عليه وسلم إليكم قبسات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متسلسلة زمنيا بحسب عمره عليه الصلاة والسلام. نورت الدنيا. مولده الشريف في 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل الموافق 20 إبريل عام 571 رومية. ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة داخل الزقاق في دار كانت بيد عقيل بن أبي طالب، ثم جعلتها زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد مسجدا، ومحله مشهور الآن، وذلك عام الفيل عند طلوع الفجر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، ونبئ يوم الاثنين، وهاجر يوم الاثنين، ودخل المدينة يوم الاثنين، ومات يوم الاثنين. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم عند طلوع الفجر لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول على الأشهر. والله أعلم وأحكم.